عندي كمان هاي بتشوفوها، هدول شوفوا هلا، هدول شغلات صغيرة بتشوفهم، هدول غمازات بيركبوا هون. تمام، راح تفك هاي نشوف لو في مجال راح تفوت لهون، ممكن تعملها هيك. شوفوا، واحدة على هالجنب واحدة على الجنب الثاني، هلا نفكها نشوف لو تركب كويس. يعني راح نفكها من هون هاي، شوف بدنا مسدس صغير، هاي ما بتفوت. تمام، هاي بدنا نفكها هيك، وراح اشوف ان شاء الله يفوت لجوا. هيك نفكها ان شاء الله هاي تنفك وتفوت لجوا. نفكها بشي، هاي لازم نحط شي تحته عشان تطلع. بدنا نحط المفك، تمام. هاي فكيناها، شوفوا هاي كانت هون فكيناها هاي. هلا بدنا نحطها نشوف. هاي مجرد برغي هي، يعني بتفوت لجوا، شوفوا مجرد برغي هي يعني. بدنا نرخيها شوي، تمام، رخيها بعدين هيك تشدها راح تاخذ مكانها. تشدها هيك، شقد ما تشدها بدها تاخذ مكانها. تمام، تمام، هذا اخذ مكانها. هاي غماز يعني إذا تروح على اليمين أو اليسار ممكن تكبسها. تمام، إذا بدك تفكها بدك تفكها هيك يعني نفس الطريقة. شوف فكينا من هون، في عندك بطاريتين صغار، فوتها فوت لجوا ونسكر هاي. تمام، كويسة صراحة، هي غمازات يعني. هلا هيك تشتغل، تسكرها هي جنب ايدك، يعني تقدر كل سهولة تشغلها وتطفيها. شد البرغي كمان، المهم هاي وحدة يمين وحدة يسار، يعني كويسة بصراحة. يعني طبعا في لها ألوان برتقالي كمان تقدر تجيبها، بس أنا اخترت أحمر يكون، بشوفها هي حلوة يعني هيك أحمر. تمام، طبعا هذا غمازات الأمامية هي حطيناها، يعني هذا اللي عندي هي الخلفية. شو يجي معها التحكم يعني، طبعا هذا التحكم بدك تكبسها، هذا يكون جنب الإصبع يعني ممكن تكبسها. هاي بدي أحطها ورا، شوفوا هاي بحطها ورا. إذا كبسنا هون مثلا، شوفوا كبس هون، نكبس هاي كمان بالإيد يعني. تمام، هون ممكن نطفيها كمان، طبعا
طبعا في خط ليزر كمان ممكن تحطه ما يبين. هون وقفها، هون طفيها. طبعا هي مو صعبة، جنب الأصبع يعني، ممكن تضرب أصبعك فيها بتشغلها يعني، مو مشكلة يعني. عموما أي شيء بشوفه بدي نزله بفيديو، يمكن في حدا يعني مهتمين بيحبوا يشتروا هيك شغلات يمكن.